كل عام وانتم بخير من بنة اللمة ومن قناة زهرة ومني أنا منقلكن عام ميلادي سعيد ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. كلياتنا في الوطن العربي وفي العالم نحتفل بهذا اليوم المجيد اللي كل بلد تحتفل فيه بطريقتها. عنا بسوريا منكون محضرين قبل بشهر وهن عم حضروا الأضواء والزينات بتكون بالشوارع. هذا الشيء إذا دل بدل على أنه نحن دائماً ما في عنا طوائف، ما في عنا أعراق، نحن بلد واحد، كلياتنا شعب واحد، مننتمي لبلد واحد. وأصلاً حتى لو كان الوطن العربي متفرقين، مغرب، جزائر، تونس، ليبيا، سوريا، مصر، الأردن، كلياتنا أخوة. بتمنى هاي الأخوة أنه تضل بيناتنا ونضل شعب واحد وقلب واحد.